السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الامور مزيانه. كيف عاملين؟ مزيانين. اليوم جبت لكم واحد الموضوع مزيون وواحد القصه مزيونه، قصه جديده، وفي نفس الوقت جبت لكم موضوع مزيان وموضوع اللي كيهم اي سيده. اليوم جبرتوني، قلت وقيله غنبدا الريجيم، ماشي وقيله، خصني نبدا الريجيم ديال بصح. علاش؟ حيتاش مؤخرا زيت في الوزن، وانا من النوع اللي ما كيعجبنيش انني نزيد في الوزن على داكشي. اليوم جبرتوني غنمشي للشاون، وقبل مشيت للمحل باش نراوم بعض البياسات. تراوي ما هي؟ انك كتعدل الحرير والحاجات ديال كل بياسه. ايوا، قلت غنشارك معكم شي جليبات، ومن نكون ماشيه في طريق الشاون غنعاود لكم اولا غنحكي لكم واحد القصه، وفي نفس الوقت غنهضر على واحد الموضوع اللي هو مهم. الموضوع ديال اليوم يكون مختلف ما بين الطريقه كيفاش ممكن انك تجبد ليك الناس، والطريقه كيفاش تكون متفائله وتنجح في المشروع ديالك وما تفشلش. لا، شوفوا لي هاد الجليبه هادي كيفاش مخدومه، هيدا بتريسنات رقاقي من الزواق ديال المعلم. شوفوا لي عليها لون، كيفوش. شوفوا لي القلبه هنايا ومقلوبه هيدا، ميمجات مزيونه ومخدومه رقيقه بزاف. شوفوا الخديم كيفاش رقيقه متقونه على حقها وطريقه. هادو هما اللي سبق لي شاركت معكم مره اخرى، كنت شاركت معكم تويبات. كاين هاد الموديل هذا، شوفوا لي هاد اللون هذا، شفتوا هاد اللون هذا كيفاش جا مزيون. هادي حمقتني بعدا، واعره بزاف بزاف. شوفوا لي كيفاش مخدومه، قرب التليفون تشوف لي. شوفوا الخديمه كيفاش رقيقه، شفتوا كيفاش خديمه رقيقه مسمومه بحال اللي كيقولوا. شوفوا هنايا كيفاش عاوتاني، شوفوا القلب د اليدين، شوفوا الخديمه رقيقه، تريسنات رقاقين على نص داره. شفتوا هادي عاوتاني في صفر بناني مخضر. هذا الموديل هذا عاود حتى هو جا مزيون. شوفوا هذا اللون، شوفوا هذا اللون هذا، اللون صفيفر مخدوم بالاورنج. شوفوا الخديمه كيفاش جات رقيقه، مخدومه رقيقه ومزيونه. شوفوا الطفيره، شوفوا هاد البياسه هادي عاود، شفتوا هاد اللون سبق لي شاركته معكم. شفتوا عملنا له الموطرد والبيج، وهاد الزريرق هذا ديال الداخل. كان ضروري اننا ندخلوا واحد لون اخر ولا جوج الالوان اخرين باش يفتحوها هكدا، باش كتعطي لون مزيون. هادو جليليبات عمليين، ممكن انك تلبسهم في اي وقت. وشوفوا لي هادي، شوفوا هادي تحفه هادي، شوفوا لي كيفاش مخدومه بالتعصب. شفتوا التعصب هو هنايا، هو اللي فص منه. شوفوا الخديمه كيفاش رقيقه، وهنايا بهاد العيبه هادي هنا. وشوفوا كيفاش مخدومه، يعني مخدومه على الكانه. تعرفوا الحاجه ديال الكانه كتكون مزيونه على حقها وطريقه. شوف اللون مزيون صافي. واخرين شي وحدين اخرين صراحه ما دركتي انني نشاركهم معكم، حيت خرجوا في الصباح كنت باقي ما صورتش. شفتوا لي اللي شاركت معكم هاد الزواقه داك النهار، هادي هي اللي وجدت بياسه وحده، هي اللي وجدت، وبياسات اخرين باقي عاد غيدخلوا دابا ان شاء الله. اذا لحقتم غنشارك معكم ونصور لكم وتشوفوا. شوفوا الخديمه كيفاش مزيونه، كيفاش مدقوقه. شفتوا التريسنات الرقاقين بالنسبه للدرس، ما كنعملوهش حيتاش اغلبيه ما بقاش دابا موضه، بقاش كيعجبو الناس بزاف. والعقيدات عملناهم هنايا مخلطين، والعقيدات بلديين، ماشي زعما داكشي ديال السوق ولا شي حاجه. وشوفوا الفينيسيون، شوفوا الفينيسيون من هنايا، الخدمه حتى في الداخليه ديال القلب، يعني فينيا 100%. جليليبه كتهضر. بالنسبه لهاد الجليليبات اللي شاركتهم معكم، الثمن ديالهم 750 درهم. الثوب ديال دوفاس ماركه اللي مزيانه، والكاليتي اللي مزيان،
وفي نفس الوقت الخدمه كيف لاحظتوا خدمه رقيقه ومزيونه. دابا جبرتوني صافي جيت ضربت واحد نص نهار حيت جبرتونا مع الثلاثه غنمشيو للشاول ايوا صافي. ودابا قلت هي هذيك انا ماشيه في الطريق وكنوري لكم مناظر ونساليكم معايا، وفي نفس الوقت غنشارك معكم بحال اللي قلت لكم القصه. المهم اول حاجه اللي غنبداوها هو في الموضوع ديال اليوم بحال اللي قلت لكم هو بالنسبه للناس اللي كيكونوا باديين شي مشروع هكذا وكيفشلوا فيه، اولا بالاحرى يعني قبل ما يلا كتبداه من الضربه الاولى كتجبرك طحتي كتجبرك وقفتي كتقول حقا ما عنديش الزهار، حقا انا ما قدرش انني نزيد، حقا انا ما كنعرفش نبيع. كتبدا تحكم على راسك بزاف ديال الاحكام، وداك الاحكام هما اللي كيخليوك انك ما تقدرش انك تزيد للقدام بحال اللي كيقولوا، اولا تطلع الراس يعني ما تقدرش عاد تزيد تعطي، كتبقى دائما دغيا من الضربه الاولى كطيح. علاش؟ حيتاش اول حاجه بشحال من واحد كيبقى يتوقع يا مثلا يلا يعمل مشروع غينجح 100% يعني ما كيتوقعش هكذا وهكذا، اولا مثلا الوحده يلا غتبدا مشروع هي عارفه راسها بلي هي خاسره، اذا ما كتعملش شي محاولات اللي هما بزاف باش تقدر تنجح اولا باش تقدر تنجح هذاك المشروع. والطريقه ديال التعامل ديالها كتكون شويش ناقصه يا مع الكليان يا مع بزاف ديال الحاجات، داكشي اللي كيخلي الانسان انه ما غيوصلش، داكشي اللي كيخلي الانسان معظم الوقت انه كيخسر. اليوم غنعاود لكم حكايه ديال واحد السيده اللي جات مؤخرا عندي المحل وحكات لي القصه ديالها، القصه ديالها مزيونه بزاف وقصه ديالها محفزه ومتاكده انها غتنال الاعجاب ديالكم. والقصه ديال هاد السيده قدرت انها توقف 6 ديال المحلات، يعني 6 ديال المرات كتوقف كتبدا وكتوقف كتجي شي حاجه في الطريق اللي كتقدر انها تهرسها، بحكم انها هي مزوجه وعندها وليداتها وساكنه معها العجوزه في الدار، يعني خصها توجد الغدا العجوزه وخصها تقابل وليداتها، وفي نفس الوقت الراجل ديالها كان مانع عليها واحد الوقت محدد من انها تبقى خارج المنزل. ورغم هادشي كامل هي باغيه انها توصل، باغيه انها تعمل شي حاجه في الحياه ديالها. اذا اول مره قررت انها تبدا غير من المنزل ديالها بالخدمه هيدا مع الكليان، بحكم انها عندها غرض وعندها واحد الهدف اللي هو خاصها توصل به، قدرت انها تخدم غير من الدار ديالها وتقدر انها تتعامل مع الكليان وهذا كيجيب هذا. وبحال اللي كنعرفوا كاملين راه اي وحده فينا كتخدم شي خدمه متقونه ولا كتعمل شي حاجه مزيونه طبيعه الحال هذا كيجيب هذا، تكيجبر يعني حتى كتجبر عندك واحد النسبه ديال الكليان كبير بزاف، وهو غير حيتاش انتينا واحد الانسانه اللي كتعمل واحد الحاجه مزيونه وواحد الحاجه متميزه. حيتاش اهم حاجه في الخدمه هو التميز، يعني تكون عندك واحد اللمسه ديالك بحال اللي كيقول واحد النفس في الخدمه ديالك. ايوا صافي هنايا قدرت انها كتفتح محل وكيجيو شي ظروف وكتشد، عاوتاني تفتح محل وكيجيو شي ظروف وكتشد، وهي ما بغاتش انها تستسلم بصفه نهائيا. شنو تفكرت وبايش ضربات لي المثل؟ ضربات لي المثل داك العيل اللي صغير مي كنجيو نحيدو له الترويله، واش اول مره كيوافق وصافي كيحيد الترويله؟ لا بطبيعه الحال الترويله هي الحفاضه، بطبيعه الحال ما كيوافقش وكيدوز عليك مزيان باش يقدر يتعلم باش يقدر يوافق باش يقدر يتعلم. وانتينا كأم كتبقى دائما تحاول وتحاول واخا ما كيرفض يعني ما كيبغيش ولا ما كيتعلمش، ما انتينا ما كتستسلمش. ايوا هاد الاستسلام هذا عدم الاستسلام هي عملته في الخدمه ديالها، يعني ما بغاتش انها تستسلم واخا انها رجعت معروفه باللي هي دائما كتفتح محل كيدوز واحد الوقت عاود كتشدو، كتفتح محل كيدوز واحد الوقت اللي كتشدو طبيعه الحال بحال اللي قلتكم لظروف. حتى لواحد النهار قدرت انها تجمع واحد راس المال اللي هو صحيح، وقدرت انها تعمل الناس يخدموا لها في المحل ديالها، هيدا باش تقدر ترضي الزوج ديالها
والدار ديالها وتقابل وليداتها وفي نفس الوقت تبقى خدامة. علاش؟ حيت هي عندها واحد الشغف اللي هو كبير وباغية أنها توصل. وبحال اللي كنقول لكم دائما، راه أي واحد باغي يوصل وعندك داكشي داخليا راه أكيد أنك غتوصل. طبيعة الحال بلا ما ندخلوا في التفاصيل اللي هي كبيرة بزاف، باش بحكم باش ما تعرفش وما تعرفش شكون، حيت يقدروا الناس يكونوا كيتبعونا من عائلتها ولا شي حاجه وغيعرفوا شكون هي بالضبط. على داكشي حاولت انني ما نعاود لكم شي تفاصيل بزاف. وهنايا السبب الرئيسي اللي خلاها انها تنوض تخدم هو انها الزمان صعيب، والزمان بحال اللي كيقولوا غدار، حيت وحده من العائله ديالها نيت عاودت لي قصه ديالها اللي هي كانت مزوجه بواحد السيد لاباس عليه وما خصو حتى شي خير، لدرجه انها عندها تريت ديال الذهب، يعني بخير ومزيانه وكل شيء وما ناقصها والو، وما ناقصها لا خير لا حتى شي حاجه، وعايشه عايشه مزيانه، وكانوا عندها جوج وليداتها وكيقراو في مدرسه الفلوس، مهم بخير على خير. حتى جا واحد الوقت واحد النهار راجلها كان خدام شي خدمه اللي ماشي هي هذيك، قتلوا لها الراجل ديالها. مي قتلوا لها الراجل ديالها مات، جاو لعندها قالوا لها جوج الحاجات، هي غتخرج من الدار، قتلوه على شي وحدين شي عصابه، قالوا لها يا تخرج من الدار وتهز وليداتك، يا تنتيني يوقع لك نفس الشكل بحالك بحال راجلك. هنايا هزات ولادها، شنو جبرت تحت يدها؟ جبرت تحت يدها ديبلوم ديال انها تكون ممرضه. صافي هنايا مشات فتشات الخدمه وقدرت انها تخدم جوج ديال الخدامي، وفي نفس الوقت كتمشي عند اي واحد للدار ديالو اذا احتاج شي حاجه. وبحكم ان حتى هي الراجل ديالها مريض بالسكر يعني، وكتشوف ان ما عنده شي مثلا شي مستقبل وشي حاجه، قدرت انها تنوض وتعمل محلات، واخا كيوقعوا ظروف كتشد وعاود تعمل محل اخر وتشد. مهم ما بغاتش تستسلم، حيت بحال اللي قالت المحيط ديالها شافت اكثر من حاجه، وما بغاتش ان يجي شي وقت شي نهار يوقع على هيداك، وفي نفس الوقت انها هي محقوره بحال اللي كتقول في وسط العائله ديال الزوج ديالها، بحكم انها هي مخدمه وما عندها حتى شي حاجه على داك الشيء. حيت بطبيعه الحال مش حال من واحد كيتعرض هيدا للحقرة، بحكم مثلا كيكون ما عنده شي ولا ما خدام شي ولا شي حاجه، ومش حال من وحده كتكون فيها واحد النفس اللي هو خطير بزاف، يعني ما خصهاش تمد يدها لشي واحد ولو الاقرب الناس ليلى. ومش حال من وحده كتكون مثلا متزوجه بشي واحد اللي كيكون مثلا فيه مسموم، بحال كيقولوا يعني مسموم هو انه مشحاح، ما كيعطيهاش الفلوس ولا ما كيلبي لها شي رغبات ديالها اللي باغا تشري ولا شي حاجه، ولا عندها شي رغبات زايدين ولا شي حاجه، ولا باغيه تعاون راجلها انها تكون في واحد المستوى اللي هو احسن، فعاود ما يسافر واحد مره في العام، يسافروا حتى لجوج وثلاثه. المهم كل واحد وشنو هو الفكره ديالو انه يعمل المشروع ديالو. لذلك اي وحده عندها شي هدف تحاول انها تخدم عليه، وما تحاولش انها تجلس وما تيأسش، حيتاش اي وحده طموحه كن اكيده انك غتوصل، اي وحده باغا توصل شي حاجه راه ضروري. وكيف لاحظتوا دابا عاد ملي كنا كنصوروا داك السيده اللي كتعدل هيدا الرغيفات في هذا في القهوه، هي بيدها تبارك الله عليها. شوفوا يعني الخدمه ديالها، الخدمه ماشي عيب، هي كتعدل الرغيفات وهذا وتايقه في راسها وعاجبه الحال، وهي المهم هذيك هي الخدمه ديالها واللي كتقدر انها تصور منها الفلوس. الخدمه ماشي عيب، واخا تكون اي خدمه وكيف ما كانت تكون ماشي مشكله، المهم الواحد هو انه بحال اللي قلت لكم في فيديو اللي فات، قلت لكم حاولوا ان اي وحده عندها شي خدمه تكون ما تعتمدش على الصحه 100%، يعني الخدمه ديال بيع وشراء احسن حاجه في الدنيا، واخا تكون في الاول كتعتمد على الصحه 100%، يعني خصك الصحه هي معناتها انك ضروري انت اللي خصك تنوض ضرب داك التمره باش تقدر تدخل داك فلوس، واذا ما كانتش عندك الصحه ولا عييتي ولا مرضتي راه ما غتدخلش. علاش كنقول لكم ما تكونش كتعتمد على الصحه؟ يعني دائما خصو يكون معك واحد الطرف ثاني ولا ثالث كيعاونك، ولا مع المده كاع تقدر انت كاع ما تخدم وواحد اخر هو اللي يخدم، وفي نفس الوقت انت براس المال وبالمشروع به انت واقفه. هاد الشيء هذا اللي بغيت نقول لكم، ولا مثلا تعمل شي محل، ولا المهم كل واحد كيقدر يعمل واحد الحاجه، لكن دائما الواحد كخصو يفكر بعقله مزيان وما خصوش يبقى في موطعو، حيت العيب هو ان الواحد مي كيبقى في موطعو كتجي شويش صعيبه بزاف. جبرتوني هنايا
مشينا للشاون هذا النهار هذا، بحال اللي وريت لكم من الاول الفيديو، هو اننا مشيت للمحل قضيت بعد الشغل ديالي، ومن ثم مشيت قبل الشاون دخلنا لواحد الموطع اللي مزيون هكذا، جلسنا تما وكلينا، ومن ثم مشيت للشاون وبتنا في الشاون. وعلى غدا اللي هو هذا كنا في أقشور، مشينا لأقشور وعام علاء وعام شويش في الماء، والماء صراحة كانوا سخونين ما كانوش باردين، ومزيونين كيفوجوا بحال اللي كيقولوا، ولكن ما طلعناش لذاك الشلال اللي كبير، طلعنا هنايا غير الشلال ذاك اللي صغير اللي كتوصل ليه الطونوبير، اما اخر خليك خصك ساعة ونص باش تقدر توصل له. صافي عملنا هنايا واحد الدوره صغيره وصورنا يدا شويش ديال التصاور اللي هما مزيونين باش نشارك معكم بطبيعه الحال، ومن ثم غنمشيو لواد لون باش نبحروا شويش. انتم شفتوا هذا العام هذا حاولت انني نخرج، حيت هذه مده صراحه ما خرجتش وما سافرتش، ومن الواحد ما كيسافرش وكيبقى جالس غير في الدار كيحس بواحد القنطه، وخصوصا ملي كيكون خدام، يعني نفس الريتم كيتعاود ونفس الحاجه كتعاود، صافي هنايا كيحس بواحد الملل بواحد القنطه، ما كيبقاش يقدر ينتج ويقدر يعطي. وخصوصا انا ما عرفتش واش الناس كاملين بحالي، لكن انا من هذا النوع، هو انني كنحس بواحد الملل، صافي كنحس خصني نرتاح وخصني نبعد على الخدمه وعلى الخياط وعلى اي حاجه باش نقدر نبدا من اول وجديد. وانا هنايا في طريق ديال الاقشور ماشيين لواد لو، كنشوف هنايا شوف تبارك الله كاينين الناس، دابا هي السيده هذه تبارك الله عليها في الجبل تما الجبوله، ما كتشوفش الديور بصفه نهائيا، علم الله فين هما مغشيين ياك، وتبارك الله بانيه الفران هي وثلاثه مع هاد الناس، السيدات معاهم معاهم لا راجل لا حاجه، وتبارك الله عليهم كيطيبوا الخبز سخونه وكيبيعوها للناس. يلا قولوا لي هاد السيده هذه اللي كتشوفوها حاليا معايا في الفيديو، واش هذه ماشي واعره؟ واش هذه ماشي مقيده؟ واش ماشي انها في واحد الموطع اللي صعيب، تخيلوا ما بين الجبوله ياك، وما عندهاش فين تكون، يعني ما عندهاش ماشي قريبه للدار ديالها ولا شي حاجه، حيت انا قلت لكم الموطع اللي انا فيه وفيه داك الفران ما كاينش، ما كتشوفش الدار مره، يعني كتمشي واحد المسافه باش كتوصل تما باش طيب الخبز، وما كتقولش في بالها ايوا ويدا مشيت وطيبت الخبز وشعلت العافيه، ايوا ما غيدوز من تما حتى واحد، ويدا دازو الناس من تما وما شراو شي من عندي، اولا كانت تكون جالسه في الدار ديالها وما تقولش اجي انا نوض نعمل مشروع. ونزيدكم واحد الحاجه اخرى، انا متاكده باللي في داك الجبل راه كاين شحال من وحده اللي هي ما قادره تعمل حتى شي حاجه، جالسه كتسنى راجلها حتى يجيب لها هو شي حاجه، وهي تعمل شي حاجه هيدا بسيطه. يعني اللي بغيت نقول لكم راه اللي باغي يبدا راه كيبدا وصافي بابسط الحاجات، واللي باغي يوصل راه غيوصل بابسط الحاجات. انا قلت لكم دابا شوفوا، نزيد لكم واحد الحاجه اخرى، كتبيع الخبزه 5 دراهم، يعني بحال اللي في مدينه وبحال اللي في جبل، يعني نفس الثمن انها كتبيعها وكتبيع لك، وهي تايقه في راسها ومقيده 100% باش تجيب لكم الله باللي راه باغي يوصل، حري قلت لكم راه يوصل صافي. وهنايا ضحكني علاء مسكين، عرفتو ما بغاش يخرج لي من البحر بصفه نهائيا، وكيبكي خصو يبقى تما غير يعوم صافي. وبطبيعه الحال رافقت البارتي ديالي هنايا ديتو معايا، طبيعة الحال انا دائما كنربح، لكن هاد المره هادي في البحر خسرت، واخا انا الصراحه كنربح دائما وكيعجبني انني نربح، لكن واخا كنخسر داك الطرف الثاني اللي كيكون غيلعب معايا دائما كيكون مطبوخ، علاش؟ حيت بصعوبه باش يقدر يغلبني شي واحد. وتحيه كبيره لمروه والزوج ديالها انوار والوليداتها والمحمود واكرم والبنيته ديالهم، ومشينا مجموعين هنايا هيدا الشاون وبتنا تما، ودازت اجواء مزيونه بزاف، ومن هنايا كنشكرهم بزاف وكنبلغ لهم واحد التحيه اللي كبيره بزاف، وكنقول لمروه شكرا والله يكبر بيك على هاد العزومه اللي هي رائعه بزاف، وتلبيتها في الشاون بتنا في الدار ديالهم، ودار مزيونه الصراحه واخا الحراره، لكن صراحه بتنا عرفتوا ضحكنا نص الليل وحنايا كنضحكوا، ودوزنا واحد الليله اللي صراحه ما كتنساش، مزيونه بزاف. وهنايا صافي جبرتونا رجعوا بحالنا للدار، ودوزنا هنايا الطريق،
وصافي. وذا هنايا نكون ساليت معكم الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى التعليق ديالكم اللي مزيونه. وهنايا صافي جاني النعاس ونعاس، وسبحان الله العظيم واخا علاء كان ناعس وعمر ناعس عليا، والله ما فطنت شي مره ملي محمد كيصبرني. وكنشكركم بزاف، وان شاء الله الى فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم.